هدبه ساد اركيسو وحاي نوصو بحاي after closing trial balance trial balance عصب اولي راه ذو مقع عيسى after closing trial balance مركي آنو closing entries كي آنو قلقليني after all closing entries are made مركي كدب مركانو سميني او آنو قلقليني all entries كي لسميي after all closing entries are made كدب مركا لسميي all closing entries كي قلنتي محوقها قلقلنتي حريتانكي او اذل مركي لقلقلي كدب مركي لسميي وين ستار وحا اصو بحي after closing trial balance trial balance اللي راهدو after closing trial balance looks like this سيدا ايو اكياي هلكا شرحات داير اياكو بقرن مركا اد اركيسا after all closing entries are made مركي لسميي كدب closing entries كي او اذل مركي لسميي وين ستار كمبنيه وين ستار اها after closing trial balance با اصو بحي وكا اد اركيسو مركا looks like this وحنو اكيحي وسيدان ايو اكيحي ويان مركا وين ستار لون كير سيرفيس مقعي وي after closing trial balance و trial balance ينو قدن بي اي نو صو بحي مي كوي صدن كيدي لبقون يليح مركا وحي نغهري all temporary equity accounts account يدي اي حقوق دا اي كوميل غار كاها ايا اي نغهري وحي نو صو هري او ايدي لالكن وحن major accounts وحي ليرا هدو account يدي ووينا اي balance sheet كا لدوني اني كموقدان اي تسيي resources كا كمبنيغا اي obligations كا اي كمبنيغا مركا ايو owner's equity اي كمبنيغا انتا اياد كيليسا مركا after closing trial balance هادابا كيش كي باد اركيسا accounts receivable باد اركيسا وحيو دم باد اركيسا وتفهميسا مركا ان accumulated depreciation كا وجوغيا اساق اللصعو كا ها امالين انو كبحاي ويا tools and accumulated depreciation tools and equipment اكون كا اساق اونا لصعونايا او هاري مايو مركا مرولي بوانا contra asset وحو مرولي بيارينيا قيمها تاريخي اه اي اصد كاسي انو كسو ايبسني وانت لغا استعمالي مركا مرولي بوحات ليسا قيمها مركا او كوكو فرديو لبدا اكان او adjustments كان نغسو راعي امباولينا لسيدنو سعوني او ايغا مانا نحرين وانا اصد اكاونت اصل كودا وحانا ليدا دا كونترا اصد سان اصو بحيني او ادسو فهمتي هدبا بالانس يدا كالوات كرنيسا مركا وحا كالو هكا انو صوب حي retained earning سكيني لابدي بقل نو صوب حذي واكا او نو صوب حذي closing interest كي انو قلقليني مركا trial balance كي مركا وان equality كي او صوب حا equality كي مركا وحضر كيسا لابدي دان debit side كي should equal to credit side هدبا evaluating the business business كمركة ما دام آنو انتا صومرني او آنو صور لميني cycle كي accounting كيني وريجي accounting كا مركة آنو صومرني او آنو صور عني قيحي ديني او هذه accounting is the process of recording classifying summarizing and reporting او reporting كي آنو كسو قبقبيني مركة نوحانو دونينا رقي financial analyst iga aha ama nimanka muhaliliinta maaliyinta ah wa in ay marka evaluation ku sameeyaan wa in ay taqwiim ku sameeyaan oo ay qiimeyn ku sameeyaan natiijadii dhacday operating kii dhacay iyo balance sheet ka kambaniga solvency gii si awood u leeyahay hadaba evaluating the business kuma in la qiimeeyaa wa in la evaluate gareeyaa wa in taqwiim lagu sameeyaa marka evaluating the profitability wa in la qiimeeyaa kambaniga فمربحني مديسة فإذا ذا حقيق انت أما فإذا سمينتي سي وإن لقيمايا did the business or business كا and ميو ان غريني ميو كسبني اي profit ما profit بو كسبني or loss مس قصارو كسبي in the current period فترة ضطن وقتك كان انو كجرنو معناها هو accounting period كي انو رماضي مركا accounting period كان انو رماضي current تيغا اه بزنس كنجي وحو حقيقي محو كسب فائده مسه loss
ما كسب كيسي وحا او كسب ضي او يصو ساري ما بروفيت بوها مسلوس بوها ايه كارنتيغا كان What is the business future potential for a profit وامحي امكانية ذا او بزنس كماركا سورتقال اي قطعي ان او فيوتر كا اما مستقبل كا او كحقيجي فائدو لبضاسي وحالاقا اغانيا ماركا income statement ايو ان محوو اها ان محوو اها ان cash flow statement ماركا او ان لا ابالو ديريا او نرقا كان وحي هايستان توليس فرابضان او financial توليس وحلي لهذا ماركا financial توليس اي قوصة مينيان analyzation بي قوصة مينيان income statement ايو حقيجين ايو business كا and profitability medisi iyo business ka future ka in la rajaynayo inuu profit ay suurtagal tahay inuu profit xaqiijiyo evaluating solvency sidaas oo kale waxa loo baahan yahay iyadana waa halka kan yaani in la qiimeeyo oo la evaluate kareeyo solvency waa maxay waxa weeye waa cadaanki weeye liquid ki weeye companyga adaanki uu haysto waa la qiimeeyaa does the business have assets or business ka ma haysta assets hanti ma haysta available ah oo taala to pay bixinaysana debts as they are due inta halka ay mar waliba kaga waajibayaan waa deymaha dhow dhowey mid waliba waqti bay waajibaysaa rentigii waqti buu leeyahay expenseskii telefoonkii all these accounts waxay leeyihiin waqtiyo bay leeyihiin marka assets suurtagalaya cashkoo kale accounts receivableko kale deymaha tijaarada oo kale bannaanka inaga jiro deymaha soo idil ma wax suurtagelin karaa deymaha dhow dhoweyna lagu leeyahay inay bixiyaan marka solvency-ga waa awoodda kambaniga uu ku yeelanayo wey marka solvency-ga mar waliba kambaniga waa availability of the liquid waa in liquid ay siyuura ay taala waa in cadaan laga u yaala kambaniga yacni cash fara badan waa in la heli kara ama cashka kuwa kale shaqa waxa kale usii dhow ee ku xiga waa accounts receivable ayaa ku xiga marka amountyadaasi assets-kaasi waxa la doonayaa inay available yihiin si kambaniga to pay oo u bixiyo debtiskiisi deymihiisi dhowaa as they are due halka ay mar waliba kaga waajibayaan waa kolka ay waajibaan in lagu bixiyo marka labada evaluating ayaan samaynaynaa marka taana waxaanu ka eegaynaa evaluatingka balance sheetka kambaniga ayaanu ka helaynaa cashkii iyo muxuu ahaa accounts receivablekii iyo all muxuu ahaa cash muxuu ahaa wixii kale oo cash garoonteedi ay sahlanayd si mar waliba debtiska aan ugu bixino marka dabcan waxaa jira wax la yidhaahdo financial analyst ayaa nimankan financial analystiga la yidhaahdo ama maxalliliinta maaliyiinta la yidhaahdo ayaa qabsanayo ayagaa qol la gelayo oo samaynaya evaluatingkii haddaba evaluating the business ayaa noo socota weli haddaba labadaasi markaa waxay u faa'iideynayaan yacni waanu soo sheegnay businesski evaluationkii ayaanu ka soo hadalnay oo profitabilinimadii waa labada hadaf uu kambanigu leeyahay mar waliba waayo kambaniga objectiveka uu leeyahay ama hadafka uu leeyahay oo idil oo accounting systemkan aada u samaysatay oo idil waa inaad laba shay inaad ilaalisa weeyaan profitability your solvency of the company the profitability of the company it is necessary the solvency nimada kambanigana waxa weeye waa lacagta cadaanka ah weeye in la ilaaliyo si debtiska marka ay dhowdhow yihiin oo idil loogu bixiyo deymaha dhowdhow oo idil loogu bixiyo marka labadaa weeye aan dib u noqono labadaa ayaa mar waliba asaas ah evaluating profitability iyo evaluating the solvency marka labada aad xaqiijiso waana ahdaafta ugu waaweyn oo business entity uu leeyahay haddaba waxaad u imaanaysaa marka tan oo ah evaluating the business weli tii ayaan ku jirnaa marka managementiga weeye marka focusing management waa shay focusing management's attention waa feejignaanta maamulka waxa uu ahmiyadda saarayo
وفجنانت مامولكا وأهمية صارية طبعا مامولكا فجنانتيسا وحين قريسا سيدتان مامولكا مرولي بوحا وكفي جنانيا أو أهمية صارية واسد حدا شيء Our product line is profitable. Line is كدري قوين كبضيع عضاها شركدة profitable ميهين يعني فائدة مليهين بضيع عضاها شركدة إكشا قيسطو دري قوين كوذي أويدل والline is دري قد وليب خطب راعيسا وأيو حلا product وليب خطب مريا وبرودكتك أما بضيع عضاها أنو كتاج أنو بيزنس كوصمينوي aanu business ka shameey kasoo qasameeyna marka product line iskaasi dariiqooyinkaasi productiga product line iskaasi waa dariiqooyinkaasi badeecada ee aanu ka shaqeyno profitable ma faa'iido wax profitable ahba ma wax faa'iido lehba our product line is profitable badeecadaha dariiqooyinka badeecadaha aanu ka shaqeyno ma wax faa'iido lehba ma wax murbix lehba our resources وهي كمبانيغا attention كيسي وي وحا كمبانيغا كمبانيغا management كيسي وحا أهمية أوله إساغا management سدح دا شي بو أود صاريا و أهمية أوله أولا دونيا إساغا إنو إفالويد كرايو بضع عده line سكودي وفائدة موح فائدة لحبا our resources هانتيدا شركة دا are being used موحا لو استعمالي efficiently سي وح قبض له او شركه وحقبت كيدي مسيدي لوو تلغلي بي لو استعمالي او اي وحقبت كي شركه كا قيب قاتين مانجمنت اي لا دونيا انو اتنشن سيو فيجيك نان سيو ديكتون ديكنونا ديكتونا سيو ماركا ار ريسورسز بين يوزيد ريسورسز كا وانتي ذا وا ار اسيتس وي وا اسيت كا شركه وي وانتي ذا شركه وي بين يوزيد مو وحا لو استعمالي افيشنتلي سوى قبض له ميه لوغو استعمالي هانتي ذا شركة دوي فربضنته بابورتا قلبكا تلفوناتكا وحقل وحي شركة دا إلا ذا all resources سوى قبض له ميه لوغا فائده استي وشركة دا فائده وجرتو our production process عملية ذا وحصو صاركا شركة دا production كيدي ما سوى قبض له با شركة وحيابها أي صوت صارته ووحو حقبض لحبا مانجمنت إيقايا لقدون إيا إن أوفي جغنان إيا أهمية سيو هذا بفوكسين مانجمنت مانجمنت إس أتنشن أهمية دا في جغنان تا ما ملكا وحين نقول يسيد هذا الشيء Our product line is profitable Our resources being used efficiently our production process efficient production keni amaliyadihini process ee wax soo saarka iyadana ma wax wax qabad leh ba oo kamaniga wax si wax qabad leh miya loo soo saara operation kaasi ma si wax qabad leh oo wanaagsan miya loo soo saara marka all kamanigi marka wuxuu ahmiyadda managementigi isagana waxa la doonaya inuu saddexda shay oo kala duwan مد وليو هدف الله إنه يستغانا حق أود صار هدي أي هاليد حق بضيع عدا إن بضيع عدي لغا شقي ساني وما أو شركة دا إكا شقي سانيسو إنه يهي وح فائدة له هانتي ذا شركة دا وإنان لضيعين وإنان لغو جورفالين وإنان لضمين وإن لا إلاليا وحولي بك وكينيو إن أي لمان إن أي بابعان إن سيقاب در الله استعماله مركا سي وح قبض له أو شركة دا أي فائدة كو حقي جنيسو وإن لو استعمالها وحصوصار كشركة دانا إن أي نقدان وحصوصار وح قبض له وحصوصار وح قبض له عمليدها وحصوصار كو ويدلنا إن نقدان عمليد وحصوصار وح قبض له Preparing financial statements هادبا ديارين تا financial statements كا كبرين وحي كبر قريان different periods of time هل كانو حالو شيغيا statement يدا مركا ما دام آنو صو دميني او آنو صو حرني او آنو صو قبقبيني ان cycle كيني accounting كا مركا وحا هل كانو قبريا ديار انت financial statements كا وحي كبر قريان هدبا
in different periods of time waqtiya kala duwan waqtiyada aanu aqtiisanay oo kala duwan ayay muxuu aha cover garayaan oo ay daboolaan hadaba many companies companies badan prepare waxay diyaariyaan financial statements leases maaliyadeed bay diyaariyaan at various points pointiya kala duwan pointiya kala duwan يعني ما بالبعد دونيسا ما لبا بلود ستح بلود بعد دونيسا ما لح بلود بعد دونيسا ما صنط بعد دونيسا بونت يكرا دون صنط كبلوغيسي throughout the year صنط كبلوغيسي إلى دمات كيسي بي وحي سميان financial معناها وقت يكرا دون بي حديدان حدبا annually صنط كأوئذل مركا حلقة أتقاركت ويارلي وي annually صنط كأوئذل interim financial statements financial statements oo ku meel gaar ah ayaa la diyaariyaa financial statementyada bilaha ah iyo quarterly-ga waxay saacidayaan feejignaanta maamulka waxay saacidayaan cid alla cidii kale oo shirkadu u baahan inay ka qayb qaadato waayo waxa laga yaabaa in lagu yiraahdo bil soo diyaari walaalow waxaan doonayaa xaalka shirkadaada inaan ogaado okay bil baan kuu soo diyaarinayaa waxa laga yaabaa dadka qaarkii ama nin baa doonaya share inuu iibsado waxa laga yaabaa inuu yiraahdo walaalow saddexdii bilood ee ugu dambeysay show me your activities your operating activities business kaadi dhaqdhaqaaqiisi itus waayo waxaan doonayaa inaan akhristo haddii awood u leeyahay inuu fasirto haddii kalena wuxuu ula tagayaa ragga fasira financial statementska haddaba interim financial statements ayaa la diyaariyaa financial statementyo ku meel gaar ah ayaa annually sanadka dhexdiisii oo idila diyaariyaa marka hadba marka hadafka laga leeyahay ayay ku xiran tahay iyo maamulka shirkadda iyo ragga shareholderska waxa ay ku qasbaan kambaniga in management ahaan la diyaariyo dabcan accounting periodka iyaga ayaa ka go'aan ka gaarayo marka January 1 ilaa December 2 ayay marka interim financial statementskaasi guduhiisa lagu diyaarinayaa hadaba many companies kambaniyo badan prepare waxay diyaariyaan financial statements leases maaliyadeed bay diyaariyaan at various points oo pointiya kala duwan ah throughout the year sanadka bilowgiisii ilaa iyo dhammaadkiisii marka interim financial statements ayayna diyaariyaan waxaba noqoto mansary ama quarterly oona u dhexaysa annually sanadka oo idil marka January 1 ilaa December 2 marka halka waxay inooga dhammaatay end of section 5 dhammaadkii qaybteenii shanaad marka waxaan filayaa inaad ila socoto qaybta kale aanu sii gudbi doonno oo aadna mahadsan tahay